الليرة السورية لا تزال تحافظ على استقرارها وتماسكها أمام الدولار الأمريكي في عموم المدن والمحافظات ما عدا إدلب والحسكة، وتقارير تكشف عن تراجع البطاطا في سوريا إلى 4000 ليرة بعد ما كانت تتراوح ما بين 6000 إلى 7000 ليرة، وارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون في محافظة درعا 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع قياسي وكبير في أسعار الذهب في الداخل السوري على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بكم. لا تزال الليرة السورية تحافظ على استقرارها وثباتها أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الأربع 12 نوفمبر 2023 ما عدا إدلب والحسكة. وتبقى المشكلة التي نتحدث عنها دائما قائمة، وهي ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن السوري. وذكرنا في حلقات عديدة سابقة ونعيد التذكير بها مرة أخرى أن أغلب المواطنين سواء في الحبيبة سوريا أو في أغلب دول العالم لا يعرفون أسعار الدولار ولا يعرفون تحركات أسعار الصرف، حيث أنهم لا يعملون بالبورصات أو بأسواق الصرف أو بالعملات، وإنما الذي يهم المواطن هو أسعار السلع وتوافرها، وخاصة السلع الأساسية التي يحتاجها مثل السكر والأرز والزيت والبرغل والطماطم والبطاطا وغيرها. ونؤكد أن هذا الذي يهم المواطن يا سادة. فمؤخرا نفذ المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الغذاء العالمي دراسة مسحية للأمن الغذائي الأسري في سوريا شملت 34452 أسرة، وغطت الدراسة كامل الجغرافيا السورية من دون استثناء بما فيها الرقة عبر فرق مدربة لتنفيذ المسح بالشكل الجيد والمطلوب. وبينت الدراسة المسحية أنه لوحظ أن الأوضاع المعيشية متشابهة جدا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، من حيث ارتفاع نسبة المهمشين بشكل كبير جدا ومحدودية الأسرة الآمنة غذائيا. وأكدت الدراسة اكتفاء معظم الأسر بوجبتين يوميا وبعض الأسر بوجبة واحدة فقط. ونؤكد أن هذه الدراسة تمثل جانب من جوانب معاناة المواطن السوري مع الظروف المعيشية الصعبة التي يتحملها ليعيش ويكافح من أجل تأمين احتياجاته هو وأسرته. وذكرنا أن بعض المواطنين يضطرون للقيام بأكثر من عمل في اليوم لتوفير نفقات أسرتهم فقط. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ يا صاحبي إما أن يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 11500 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 12500 ليرة وفق لنشرة الحوالات والصرافة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 13950 ليرة للبيع و13750 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن ال100 دولار هتساوي 1,375,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، كشف التقارير عن تراجع سعر البطاطا في سوريا إلى 4000 ليرة بعدما كانت تتراوح ما بين 6000 إلى 7000 ليرة. وفي التفاصيل كشفت صحف محلية في سوريا أن توقف تصدير البطاطا إلى الدول المجاورة بعد أن ارتفع سعرها مؤخرا ليصل إلى 8000 ليرة في بعض المناطق السورية ساهم في تراجع سعرها إلى 4000 ليرة. وقال محمد العقاد رئيس لجنة مصدري سوق الهيل في تصريحات له إننا حاليا في موسم البطاطا الخريفية، وفي هذا الموسم لا نصدر البطاطا، والسبب أن هناك دول تنافسنا بسعر أرخص مثل مصر وإيران وتركيا، لذلك لا نستطيع أن ننافس بها ونصدرها. وبين محمد العقاد أنه بعد أن كان سعر البطاطا يتراوح ما بين
6,000 إلى 7,000 ليرة والناس تشتري بالحبة. حاليا كيلو البطاطا يبدأ من 4,000 ليرة وصولا إلى 6,000 ليرة للكيلو واحد من النوع الممتاز. وعلى الجانب الآخر، كشف التقارير عن ارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون في محافظة درعا 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة. وفي التفاصيل، كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون في محافظة درعا 4 أضعاف عن سعرها في العام الماضي، ووصلت إلى ما يقارب 1,200,000 ليرة سورية. وأرجعت التقارير الزيادة لارتفاع تكلفة القطاف هذا العام، والتي بلغت 1,000 ليرة سورية لكل كيلو جرام واحد، في حين كانت العام الماضي 350 ليرة فقط، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأسمدة ورفع الدعم الحكومي عنها، فضلا عن ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأربع، فقد سجلت ارتفاع كبير وقياسي على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال، نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الأربع سجل الدولار في دمشق 13,950 ليرة للبيع و 13,750 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14,050 ليرة للبيع و 13,850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 14,500 ليرة للبيع و 14,400 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14,550 ليرة للبيع و 14,450 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14,350 ليرة للبيع و 14,250 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14,350 ليرة للبيع و 14,250 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15,270 ليرة للبيع و 15,046 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10,195 ليرة للبيع و 10,041 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17,487 ليرة للبيع و 17,226 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 485 ليرة للبيع و 476 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,725 ليرة للبيع و 3,669 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45,328 ليرة للبيع و 44,653 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3,800 ليرة للبيع و 3,743 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3,834 ليرة للبيع و 3,776 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19,702 ليرة للبيع و 19,412 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 452 ليرة للبيع و 443 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأربع، سجل جرام الذهب عيار 24 896,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 787,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 675,000 ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1998 دولار فاصل 45 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,386,000 ليرة سورية اللي بتساوي 449 دولار فاصل 78 سنت، وسجلت أونصة الفضة 334,047 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 52 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10,741 ليرة. نكمل جولتنا للسعرات، أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها الأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان، يسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا للسعرات أسعار صرف الدولار
وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.